شمس حامد هو أحد أبناء النادي الأهلي الذين صنعوا جزءا من تاريخه. انضم للأهلي موسم 1980، لعبت الصدفة دورا كبيرا في التعاقد معه حينما لعب للأهلي مباراة ودية أمام فريق اتحاد العباسية، سجل خلالها الهدف الأول وأزعج دفاعات الأهلي، ليقرر وقتها أنور سلامة التعاقد معه وليوقع العقد مع مدير الكرة وقتها حسن حمدي رئيس الأهلي التاريخي. وضحت مهارات وقدرات شمس التهديفية مبكرا، وكان لها أثر كبير في قيده بقائمة الفريق الإفريقية التي توجت البطولة الإفريقية على حساب كوتوكو الغني عام 1982، ليكون أصغر لاعب مقيد في قوائم كل فرق البطولة في هذا التوقيت. توج شمس حامد مع الأهلي بما يقرب من 10 ألقاب ما بين بطولات للدوري وكأس مصر والبطولة الإفريقية. رحل شمس حامد عن الأهلي في موسم 1989 إلى نادي النصر العماني ليتوج معه ببطولة الدوري، ليعود إلى مصر ويلعب مع الإسماعيلي موسما توج معه فيه ببطولة الدوري موسم 91. بدأ شمس حامد مشواره التدريبي مع ناديي الوحدة والجزيرة الإماراتيين، حصل معهما على 4 بطولات للناشئين. مؤخرا قاد فريق ميت الخولي للصعود من الدرجة الرابعة إلى الثالثة. اهلا بكم من جديد كل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في فقرتنا الحواريه في الاهلي في كل مكان. دايما بقول لكم الاهلي غني باولاده، الاهلي ولاده موجودين في كل حته، لكن احنا هنا في الاهلي في كل مكان بنجيب نجوم كتير جدا في النادي الاهلي، بنتكلم معاهم، بنسلط الضوء على ذكريات يمكن البعض ما ياخدش باله منها، لكنها ذكريات مهمه جدا في تاريخ بطولات واحلام النادي الاهلي. ضيفنا النهارده هو كابتن شمس حامد اللي طبعا شفنا تقديمه لحضرتك، شرفنا ومنورنا. شكر جدا يا كابتن ايهاب، وانا سعيد جدا ان انا موجود في قناتنا وبيتنا النادي الاهلي، وسعيد جدا اكتر ان من ارقى الانديه في الشرق الاوسط ان دايما بيفتكر اولاده ودايما بيسلط الضوء ويعمل سبوت على نجومه في اي مكان. انا متشكر وسعيد جدا ان انا معاك النهارده. طبعا احنا اللي شرفنا واحنا اللي موجودين هنا ضيوف في بيتكم النادي الاهلي، انتوا اصحاب البيت، انتوا اللي صنعتوا البطولات، انتوا صنعتوا امجاد النادي الاهلي، احنا بنلقي الضوء على اللي انتوا عملتوه. كابتن شمس، البدايه مع النادي الاهلي كانت بالصدفه لكنها كانت بدايه موفقه. اي بالصدفه، هو بالصدفه فعلا، وكانت مجرده من اي حاجه. انا من مركز اسمه مركز كفر صقر محافظه الشرقيه، وزي اي حد بيلعب كوره ابتدى في الشارع وبعدين المدرسه، وبعدين في عندنا في البلد في كفر صقر في مهندس اسمه عثمان الأعب. عثمان الأعب ده راجل بيحب الكوره لكن ما بيلعبش كوره، وكان بسم الله ما شاء الله، يعني هو من عيله غنيه جدا يعني، لكن هو ما بيحبش يلعب، ما بيعرفش يلعب كوره. فعثمان اقتنع بيا وقرر ان هو اللي يوديني النادي الاهلي في الوقت اللي كان بدر حامد اخويا بيلعب في النادي الاهلي، لكن ما كانش عايز يوديني. عثمان خدني من ورا بدر ورحت النادي الاهلي، وعلى الاختبارات الاولانيه كده خدوني يعني، لكن بدر ما اصر ان انا ما العبش ورجعت تاني يعني، لحد ما جولي النادي وقالوا لي تعالى كابتن انور سلام عايز يشوفك. فبالصدفه البحته كان في ماتش فتره الاعداد للنادي الاهلي بيلعب اتحاد العباسية، يعني فتره احنا دايما كمدربين لما بنعمل فتره اعداد اول ماتشات الوديه بتبقى ماتشات خفيفه. طبعا. فجابوا فرقه اسمها الاتحاد العباسية، الاتحاد العباسية دي كانت الاهلي دايما بيعامل معاها دوتو يعني. فجبناها وتلعب ماتش مع النادي الاهلي، وكانوا جم ناقصين فيرود. فيدوروا مين؟ قالوا الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه، فقال لهم خدوا الراجل الجديد ده نشوفه بالمره يعني. نزلت لعبت مع الاتحاد العباسية فيرود،
وكان الكابتن إكرامي يعني الجون دايما الأساسي بيلعبوه ضد النادي الأهلي علشان يتحمل ضغط كبير يعني. تمام. فالكابتن أحمد ناجي لعب مع النادي الأهلي وكابتن إكرامي كان بيلعب معنا في اتحاد اللعب، لعب معنا وجون اتحاد العباسية. وبسم الله ما شاء الله الشوط الأولاني عملنا طبعا النادي الأهلي رجع يعني من فترة إعداد ما كانش لسه لعب مباريات كتيرة، فالكرة يعني الحمد لله ربنا وفقني وعملت مباراة شوط هايل يعني. والكابتن إكرامي عمل شوط تحفة يعني، كان بيتحدى زمايله واصحابه بقى وعمل شوط جميل جدا الحمد لله ربنا كرمني في كرة خدتها من نص الملعب وعديت على نص الملعب وعديت على الباكات وحطيتها جون في الكابتن أحمد ناجي. وطلعنا الشوط الأولاني كسبين 1-0. الكابتن حسن حمدي أياميها كان مدير الكورة، فخلص الشوط الأولاني طبعا أنا كنت بتمرن الصبح فقلت مش هقدر أكمل، واللعيب بتاع اتحاد العباسية جه فلاعبوه، فالكابتن حسن بيسأل فين الراجل اللي جاب الجون، قالوا لا ده هو بياخد دش مش هيقدر يكمل يعني، فدور هاتوه فجابوني فطلعوني بروب كده، كان النادي الأهلي بيعمل لنا زمان كده في روب عشان تطلع من الحمام أحمر وعليه بادج النادي الأهلي وحاجات كده أنا محتفظ بيه لغاية دلوقتي على فكرة. طلعوني من الحمام لبسوني الروب وطلعت قدام الناس والكابتن حسن بيمضيني الاستمارات قدام الجماهير دي كلها يعني. دي كانت البدايه بقى، من ساعتها بقى والكابتن انور سلامه طبعا كان ليه فضل كبير جدا لان هو قال روحوا هاتوه يعني، وكملت المسيره الحمد لله يعني. وكانت البدايه في النادي الاهلي، مع النادي الاهلي، بيجون في النادي الاهلي ما رحت بقى النادي والتمرين واستقبال اللعيبه. بص انا كنت محظوظ جدا على فكره في بدايتي في النادي الاهلي، اول ما استقبلني الكابتن انور سلامه، ربنا يمسيه بالخير ويديله الصحه، انا من وجهه نظري من احسن المدربين اللي كانوا موجودين وفي الساحه يعني. الكابتن انور سلامه علمني كتير قوي في كره القدم وعلمني كتير قوي كفرود، وكان ايامينا يعني انا لحقت ان انت تلعب ثلاثه فرود زمان اللي هي وينج رايت وينج ليفت وسنتر فرود فانا لعبت، هو علمني ازاي العب برجلي الاثنين وعلمني ازاي العب على الطرفين، وانا كنت في وينج رايت وعلمني ازاي تلعب وينج ليفت. وبعدين برضه في عهد الكابتن انور سلامه جت ال 4-4-2 يعني تلعب بفرودين بس، فبقيت انك لازم تلعب سنتر فرود يعني سنتر فرود تروح ناحيه يمين سنتر فرود تروح ناحيه شمال، فكان الكابتن انور فانا كنت محظوظ جدا الكابتن انور. وبعد الكابتن انور برضه كنت اكثر حظا لما جالنا الكابتن هاني مصطفى، وبعد الكابتن هاني مصطفى جالنا الكابتن احمد عبد الباقي، وبعد الكابتن احمد عبد الباقي جه الكابتن شاو عبد الشافي. الكابتن شاو عبد الشافي طبعا بدله بالفضل اني انا طلعت من تحت ايد الكابتن شاو عبد الشافي على الفريق الاول. فدي كانت التاتش الاخير بتاع الكابتن شاو يعني. فدي ده انا كنت محظوظ جدا، انا كنت طبعا في مراحل الناشئين دي كلها كنت هداف فرقتي الحمد لله، ومن الهدافين فرود اساسي ثابت، والحمد لله لعبت منتخب مصر الناشئين واولمبي ولعبت اتأيدت في افريقيا ولعبت في النادي الاهلي وانا صغير. اصغر لاعب اتأيد في افريقيا بعد ما طلعت على طول مقطع الناشئين بالظبط. لا وانا في القطاع يعني، وانا لسه في الناشئين ما كنتش لسه لعبت درجه اولى، انا اتأيدت افريقيا 16 ونص 17 7 كده يعني ما كملش ال 17، وتأيدت افريقيا سنه 82 السنه اللي خدنا فيها الدوري من كوتوكو. ما لعبتهاش بس كنت مقيد فيها واحتياطي مره مرتين سافرت مره، لكن ما كنتش فيها لعبت، ولكن كنت اصغر لاعب في القائمه الافريقيه كامله يعني. قصدك جيل العمالقه في 82 طبعا وانت موجود ناشئ حتى لو ما شاركتش الحمد لله، وفي ثقه فيك انك تبقى موجود ومسجل افريقيا، لا ثقه كبيره جدا. هو دايما النادي الاهلي يعني عودنا دايما على ان كل واحد بياخد حقه يعني، ما فيش حد بيجير على حد سواء صغير ولا كبير، بس انت تستاهل يبقى انت تلعب يعني او تتأيد. فدي دايما 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 النادي الاهلي بيعودنا على ما فيش حب ما فيش كر، في التزام، في تستاهل ولا ما تستاهلش. بطولة الافريقيه دي في 82 شفتها ازاي بالذات مع جيل من الكبار؟ هي بطولة 82 حضرتك عارف ان احنا كنا راجعين ايامها لسه ما كناش بنلعب افريقيا يعني، كنا راجعين لسه جديدة علينا البطولات الأفريقية وكانت جديدة يعني، كانت بالنسبة لنا يعني انت واخد بالك الأول ما كانش فيه بطولة أفريقيا، دلوقتي فيه بطولات كتيرة جدا يعني، فبطولة أفريقيا والكونفدراليشن والبتاعة الدوري والسوبر والبطولات كتيرة جدا، لكن احنا كنا عندنا بطولات قليلة جدا، فلما جت بطولة أفريقيا رجعنا لها تاني فكانت حلم يعني. وبطولة افريقيا دي بنسميها العالميه يعني، انت بتطلع في الاقليميه للعالميه، انت كنت بتلعب محلي بس
وبعدين لما تاخد بطوله افريقيا بتطلع بقيت اقليمي افريقيا، وبعدين البطوله العربيه مثلا تخليك اقليمي عربي، وبعدين منها بقى تتشاف وتبقى انت داخل على العالميه، تروح كاس عالم. فدي كانت بدايه مهمه جدا، وكانت بدايه جميله جدا والاهم يعني في حياتنا يعني. بداية مهمة جدا. تفتكر بقى النجوم الكبار كانوا بيتكلموا معاكوا ازاي؟ كانوا بيتعاملوا ازاي؟ كان في مواقف صعبة شفتوها في سفرية؟ طبعا. يعني انا هقول لحضرتك حاجة، الكابتن محمود الخطيب ربنا يمسيه بالخير ويديله الصحة يا رب ويرجعه لنا بالسلامة، في أول ماتش كنت هلعبه وأنا ناشئ كنت هلعب لعبت مباراة طنطا والأهلي في كأس مصر. لك أن تتخيل مثلا أن الخطيب نجم مصر الأول في الفترة دي، كنا عاملين معسكر في أحد الأوتيلات في الهرم وبنطلع من هناك على مش... تخيل مثلا رايحين نصلي الجمعة وبعدين من جديد بنتواصل كل متابعي ومشاهدي قناة النادي الأهلي، ولسه مكملين في الأهلي في كل مكان، ودايما بنكمل مع أولاد النادي الأهلي. يمكن قبل الفاصل كان الكابتن بدر رجب بيحكي كده يعني موضوع طريف مع الكابتن شمس، ولكن الكابتن جوهر ما كانش لها حاجه اقولها. يعني ما كانش رحمه الله ما كانش قادر يعني مش شايف يرد، فانت ما استحملتش وقعت بقى مع الكرسي. لا هو الكابتن جوهري احنا لما طلعنا وحطيناه في ورطه يعني الناس كتيره لعيبه كويسه، انت عارف النادي الاهلي دايما طبعاً. عمار يعني كان طبعاً. عمار مش عارف الناشئين عندنا شو. بقى في فرقتين، كان في ثلاثه احيانا يعني، انت عندك فرود الكابتن مصطفى عبده، الكابتن محمود الخطيب، الكابتن شريف عبد المنعم، يعني نص ومهاجم الكابتن طاهر ابو زيد، نص ومهاجم الكابتن مع مختار مختار، عندك فراوده كتير جدا، واحنا طالعين وبقينا اجبار عايزين نلعب وعنده لو اثبتوا جداره. بالظبط كده. وبعدين الكابتن الله يرحمه الكابتن عبد الصالح الوحش كان رئيس النادي، هو الكابتن عبد الصالح مسك رئيس النادي سنه، فبيقول له احنا قاعدين كلنا في الجنينه، فبيقول له يا جوري الشمس ما بيلعبش ليه؟ ده حاجه كويسه يعني. فالكابتن جوهري مش راضي يرد، مش قادر هيقول له ايه، فبيدور كده فبص فبيزقني كده الكابتن جوهري وانا كنت قاعد على حرف الترابيزه وعايز يسند عليك يعني ولسه هيتكلم، انت ما استحملتش السنه. هو ما استحملش وقعد، قال له علشان كده هو مش هيلعب. عشان وقعت يعني. فكان دمه خفيف الله يرحمه، لذيذ جدا الله يرحمه، وكان المدربين اللي علمنا كتير الله يرحمه، علمني كمان وانا لعيب، وعلمني كمان يعني في حاجات كتير جدا انا مدرب دلوقتي كلها متعلمه من الكابتن جوهري الله يرحمه. والكابتن اكتر مدرب انت متعلق بيه كابتن جوهري ولا الكابتن جوهري وكابتن انور سلامه؟ يعني الاثنين اتعلمت منهم حاجات كتيره جدا 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 يعني، وفي حاجات كتيره جدا انا شايفها مش كويسه الحمد لله اتعلمت ان انا ما اعملهاش. في مره رحت للكابتن جوهري كده وقلت له يعني انا عايز اشارك، انا اقدم بشكل كويس، هم دول نجوم كبار مره، بس انا محتاج لفرصه. مرات مش مره رحت وكلمته كتير، ومره منهم قام مديني اجازه شهر اجباري. ما تصدعنيش بقى. قال لي بقول لك يا كابتن، قال لي انت في سنه ايه؟ قلت له انا في ثانويه عامه. قال لي في ثانويه عامه؟ قلت له قال لي ده انت لازم تروح، ده انت لازم تقعد عشان تذاكر عشان تاخد الثانويه العامه، ده الثانويه العامه دي عنق الزجاجه، ده الثانويه العامه دي لما تروح كليه هتتفتح ومخك هيبقى انت عليك اهو. طب هيعمل ايه تاني؟ قلت له يا كابتن جوهري انا الثانويه العامه السنه دي مش يعني مش هحطها في حساباتي، انا عايز العب السنه دي. فانا الثانويه العامه مش هلعب في حساباتي، بتمرن ومش عايز. قال لي لا 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 ما عنديش لعيب ما ياخدش ثانويه عامه. وهوب وقام اديني اجازه شهر. ده انت اديتها له على التبطاب. جت له على التبطاب. وخدت شهر اجازه. خدت شهر انا وخمسه. عشان نريح دماغه، ما احنا بنلعب عاملين نشيد حديد ورا الجون وعاملين نلعبوا الجمهور عاملين زحمه في الفرقه. عاملين زحمه مش عارفين. وقال لك ما كانش ماتش ده اللي هتصدعونا بيه. مش ماتش ده، احنا لعبنا ثلاث ماتشات. مش ده الزمالك، ده الاهلي، الزمالك اهلي والزمالك هو اللي واخد اللي. احنا لعبنا الترسانه. لكن ماتش الزمالك اللي خلص طبعا كبير. طبعا. لعبنا بعديه الترسانه، الزمالك كان الدور الثمانيه، لعبنا الزمالك الترسانه في الدور قبل النهائي وكسبنا الترسانه 1-0 انا اللي جبت الجون. كان ابرز جيل الشواكيش في الوقت ده كان مين؟ كان الثلاث محمدات اللي كانوا بيرعبوا، كانوا هم الثالث على طول طبعا، كانوا بيها هو ده الجندي محمد كمال. محمد كمال ومحمد رمضان ومحمد فؤاد طبعا. محمد فؤاد ربنا يديله الصحه وفي في في دو في ابو ظبي برضه. الجندي برضه ليه قصه معايا يعني، جون الترسانه ده الجون اللي بعد ماتش الزمالك، ده الجون اللي كسبنا الترسانه 1-0 بالجون ده، جون جميل. طبعا. قابلنا كابتن جوهري ثاني يوم فقام قال لي هاي الجون جميل، انا كنت اتمنى اجيب جون زيه. قلت الكابتن جوهري الكابتن خطيب جاب جون احسن منه 100 مره. بس تخيل بس لما واحد نجم كبير زي الخطيب يقول لك الكلام ده، انت هتعمل ايه بقى بعد كده؟ لازم تكسر الدنيا. فانا بقى الخطيب اشاد بالهدف.
اشاد بيه جدا وقال لي قال انا كان نفسي اجيب جون زيه، بس هو جاب طبعا احسن منه، بس الخطيب كان معجب جدا بالجون ده قوي يعني. ف لا الخطيب حاجه تانية، وهو لعيب وحاجه تانية، وهو مدرب وهو رئيس نادي حاجه تانية يعني. ربنا يديله الصحه ويرجعه بالسلامه يعني ان شاء الله. كابتن شمس، كم بطوله كده انت بعد كده رحت انتقلت على عمان؟ احترفت في عمان. انا مشيت من النادي الاهلي، انا من النادي الاهلي من 79 80 ومشيت 89 89 89 رحت عمان. رحت طبعا انا جالي اصابه في رجليا ودي اخرتني شويه، فرحت عمان الحمد لله عملت سنه كويسه جدا. الصوره دي بقى دي واحنا واخدين افريقيا، السودان كسبنا الهلال السوداني في مصر، اتعادلنا في السودان 2-0 وكسبنا الهلال السوداني 2-0. الماتش اللي بطل فيه البيبو اللي عمل تلت ساعه هايلين ووزع جمهور من غير ما يقول لنا، لا تتخيل بس شعور الناس، بكينا احنا لما لعب التلت ساعه دي ومشي الجمهور بقى، احنا عرفنا بقى انه خلاص هو كده اعلن اعتزاله. كلنا بكينا ودخلنا الاوضه ولا ومش، بس هو كان خد قراره يعني. فرحت عمان والحمد لله عملت موسم جميل جدا في عمان، ولعبت مع نادي اسمه سيداب ونادي النصر النص دور، والدور الثاني مع نادي النصر ربنا كرمنا وخدنا البطوله، وكنت من هدافين الفرقه الحمد لله، خدنا بطوله دوري عمان مع نادي النصر. ورجعت من نادي النصر، المفروض كنت هرجع نادي الاهلي، الكابتن سايس الله يرحمه قال لي ما تجددش واقعد معانا وهلعب بقى في النادي الاهلي. نزل القرار 25 لعيب، لما نزل قرار 25 لعيب النادي الاهلي فيه 30 و30 واحد طالعين من الناشئين، يعني 60 واحد وغير اللي جايبينهم فقام قال لي الكابتن سايس بقى في نهايه التمرين من التمرينات قال لي انا اسف ومش هقدر وبتاع. قلت له لا ولا يهمك خلاص. قال لي انا هكلم الجماعه في عمان. قلت له لا، ما انا عم ماشي كويس في عمان، فانا هعرف ارجع عمان يعني. فانا خلاص هرجع عمان. الكابتن سايس كان خد الفرقه وراح اسماعيليه يعمل ماتش ودي، وقعد 3 ايام ويعمل ماتش ودي، فلقيته بيدور عليا، فانا قلت اكيد بقى ان هو هياخدني تاني. فترن ان الكابتن شحت الله يرحمه كان ماسك الاسماعيلي، والكابتن والاستاذ عبد المنعم عماره، الدكتور عبد المنعم عماره كان المحافظ، قال له احنا عايزين فرود، قال له شمس قبل ما يرجع عمان خدوه، انا كنت عايزه بس ال 25 لعيب. فاتصلوا بيا ورحت قعدت مع الكابتن شحته وعبد المنعم بيه وانا وبدر، واتفقنا. وهو الراجل قال لي، انا قلت له انا راجع عمان، قام قال لي انت يعني قال لي كل الماديات اللي هتاخدها في عمان طول السنه خدها واقعد معانا السنه دي. وقعدت معاهم وربنا كرمنا وكسبنا الدوري مع الاسماعيلي، خدنا الدوري، وبرده كنت من الجماعه اللي جاب هدافين في الفرقه. وللاسف كسبنا الاهلي في مباراه فاصله لان تعادلنا في كل حاجه، وعملنا مباراه مع اتعمل مباراه بين الاهلي والاسماعيلي في المحله، كسبنا الاهلي 2-0 في المحله وللاسف يعني وخدنا الدوري. معنا تليفون برضه، وقول الو. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا كابتن شمس. لا ده صوته واضح جدا كابتن بقى. كابتن ماهر. طبعا. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن مصر؟ ازيك يا كابتن ايهاب؟ كابتن ماهر همام مشرفنا ومنورنا طبعا في وجود الكابتن شمس حامد، وذكريات لا ينسى، والاهلي في كل مكان. ربنا يكرمك يا حبيبي، منورين يا جماعه، منورين الشاشه. ربنا يخليك كابتن ماهر، وحشنا جدا يا كابتن والله. ربنا يخليك. ازيك يا شمس؟ ازي صحتك؟ الحمد لله يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، كل سنه طيب. سعيد طبعا وجودك مع قناه النادي الاهلي، وسعيد بقى طبعا بالكلام الجميل اللي انت بتقوله والذكريات الجميله دي. الله يخليك كابتن. شمس تاريخ هو وبدر يعني من اللعيبه المحترمه طبعا، انا عشرتهم الاثنين يعني. يمكن انا يمكن بدر اكتر من شمس، على اساس ان شمس اصغر. لكن انت شمس لعبت مباراه الاهلي والزمالك 3-2؟ ايوه كنت من ضمن المجموعه صح؟ ده الهدف الاول طبعا وال الهدف الاول. بدر رجب ومحمد السيد والمجموعه تمام يا كابتن الجميله دي. كابتن ماهر انا دايما انا بحبك جدا وبحترمك جدا وبحترم تاريخك جدا، وخصوصا ان انت من اللعيبه، الكابتن ماهر اهوت من اللعيبه اللي عملت طفره في مكان السيرد باك لغايه دلوقتي ما عندناش حد زي حضرتك، وانا بحب دايما اسمع عنك خير وبحب دايما اشوفك دايما يعني. ربنا يخليك يا شمس، ربنا يكرمك يا حبيبي. كابتن طيب. ماهر طبعا الكابتن شمس، وانا بدردش معاه قبل الحلقه، يمكن كان من الناس اللي حريص انها تكون موجوده
في مداخلة للحديث والكلام، لأن يبدو أن ليك معزة كبيرة عنده. طبعا حبيبي حبيبي، أنت عارف شمس وبدر ويمكن والمجموعة كلها يمكن الأصغر مننا، إحنا طول عمرنا كنا أسرة واحدة وعيلة واحدة، يعني إحنا كنا بنحتضن طبعا من جملة الأصغر مننا طبعاً. دي رسالة إحنا بنأديها زي ما قال شمس كده، إن إحنا العلاقة اللي بيننا من بعض يا إيهاب يعني مش علاقة إن أنا يعني كابتن عليه أو أكبر منه سنة، لا ده بالعكس أنا أخ ليه، ويمكن إحنا كلنا بنحتضن كل المجموعة اللي هي يمكن تحتينا على أساس إن هم دول اللي هيكملوا المشوار وهم دول اللي هيشرفوا النادي، ورسالة طبعاً تواصل بين الأجيال وبين بعض. فأنا علاقتي يعني بشمس وبدر عشان النادي الاهلي وجودهم ابناء من ابناء النادي الاهلي يعني عشره عمر، وبعدين العلاقه كمان يمكن زادت بعد كده ان رحت الامارات وبدر هناك كان موجود يمكن عامل تاريخ بشكل كبير جدا في قطاع الناشئين. تمام. افتكر في نادي الوحده مصر. يمكن نادي النصر بعد كده والعين. نادي النصر بالظبط كده، نادي الجزيره والعين، الجزيره والعين. تمام. يعني بصراحة وكمان يمكن شمس الفترة اللي فاتت ديت اعتمد على نفسه بشكل كبير جدا، عنده محطات يمكن كانت الكرة الخماسية شمس آخر الكرة الشاطئية، الكرة الشاطئية، الكرة الشاطئية بقى والبطولة العربية بالظبط. ف ده إذا كان بيدل هابت إن شخصيتهم وتربيتهم في النادي الأهلي ادتهم الباور وادتهم الثقة وادتهم القراءة. وكان كابتن بيتكلم على الاحتضان واللي هو لعيب صغير، اللعيبه الكبار اللي زي حضرتك كابتن خطيب بتحتضنهم بشكل كويس جدا، بتاهليهم يعني بتخلوهم ما عندهمش رعبه انهم يكونوا موجودين معاكم، رغم ان طبعا هم جيل اللي اتكتب عليه انه يعني يدخل النار برجليه في ثواني في البدايه المباراه الكبيره من بدايته. طبعا اتحطوا في النار في مباراه في منتهى الصعوبه يعني. طبعا كان ليها ظروفها طبعا، مباراه قمة أهل وزمالك والكاس، وهم كانوا يعني قادرين ان هم يعملوا انجاز يحسب ليهم ولناديهم. عايز اقول لك موضوع الاحتضان ده ايهاب، احنا تورثنا الجزئيه دي. انا لما طلعت يمكن وانا صغير عندي 19 سنه احتضنني كابتن مصطفى يونس وكابتن حسن حمدي، واخد بالك؟ فطبعا كانت رساله بيقدوها لنا كابتن النادي الاهلي. انا كمان لما يعني قدمت وبقيت زي كابتن احتضنت طبعا يمكن شمس والمجموعه ده صحيح موجوده معاه، وزي ما قلت لك برساله احنا كلنا بنسلم بعض من خلالها. لكن هم كانوا مجموعه متميزه جدا بشكل كبير، لكن حظهم وحش ان كان وقتها الفريق الاول الاماكن كلها مشغوله بلعيبه ونجوم عظام على اعلى مستوى، فيمكن كان الشمس ومجموعته كان بيكافحوا كفاح مرير عشان يتواجدوا طبعا كل واحد ياخد مكانته الطبيعيه، لحد ما ربنا كرمهم وبقوا نجوم طبعا، لحد دلوقتي الناس بتفتكرهم بادائهم الجميل في مباراه الاهلي والزمالك، المباراه اللي ما حدش يقدر ينساها طبعا، يعني مباراه تاريخيه بتحسب للجيل ده بشكل كبير. والمباراه ديت يا هاب يعني كان فيها رهان كبير جدا ان المجموعه دي هتعمل انجاز وهتكسب المباراه، وكان الكابتن جوهر الله يرحمه هو المدير الفني كان بيراهن عليهم بشكل كبير يعني. وطبعا كان الاهم من المكسب في هذه المباراه يعني ترسيخ قيم ومبادئ للنادي معينه، ولكن يعني القصه مشت من ناحيتين، مشت من ان انت مشيت وجهه نظر الاداره بالشكل اللي يتماشى مع مبادئ النادي الاهلي، وكمان ولاد النادي الاهلي الناشئين فنين. يعني حققوا نتيجه كبيره جدا على جيل عظيم في نادي الزمالك كان فيه اعمال كبار جدا. بالظبط يا ايهاب، وزي ما انت قلت الشق الاولاني مبادئ النادي الاهلي اللي احنا ما زلنا ماشيين على هذه المبادئ وعايشين من خلالها، والقرار كان استبعاد النجوم الكبار او اللعيبه اللي عملت الوقفه الاحتجاجيه اللي حصلت، يعني يمكن دي قصه محتاجه حلقات عشان طبعا نتكلم من خلالها. لكن الـ 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 النقطه الثانيه اللي انت ذكرتها يا ايهاب، ان اولاد النادي الاهلي اللي احنا شايفينهم ومنهم حسام وابراهيم طبعا نجوم طبعا كبار، يعني مش عايزين حمدي ابو رادي، مش عايزين ننسى حماده مرزوق، حماده مرزوق، بدر رجب، شمس، محمد السيد، كلهم نجوم النادي الاهلي. ده بياكد يا ايهاب ان فعلا النادي الاهلي
عنده الصف الاول وعنده الصف الثاني وعنده القاعده اللي يقدر يعتمد عليها بشكل كبير. هم اولادنا تربوا في النادي الاهلي وعاشوا في المراحل السنيه وعملوا انجاز ان هم بيلعبوا نادي الزمالك وهو فول تيم طبعا. يعني كل نجوم الزمالك كانت موجوده في هذه المباراه، وشايفين قوارشي وفاروق جعفر ومحمد صلاح وابراهيم يوسف وسعيد الجداي واشرف قاسم، وكل دول كانوا منتخب مصر ونجوم كبار في نادي الزمالك. لكن طبعا انت عارف دوافع النادي الاهلي والفنانه الحمراء واولاد النادي الاهلي لما بيتحطوا في الازمات اللي بالشكل ده بيظهر معدنهم، بتظهر شخصيتهم، وقدروا ان هم يعملوا انجاز كبير جدا ويكسبوا نادي الزمالك بثلاث اهداف لهدفين. فده تاريخ هؤلاء النجوم الكبار، بنحييهم من خلال برنامجك الجميل يا ايهاب. وزي ما انت قلت وانت بتعرض كده، بتعرض مبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي وولاد النادي الاهلي واهداف النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي. اشكرك طبعا يا كابتن ماهر تاريخ. طبعا اشكرك، كنت واحد من تاريخ النادي الاهلي. اشكرك ان شاء الله ودايما على تواصل مستمر كابتن ماهر امام. شكرا لحضرتك وشكرا لوجودك معانا. طبعا كلام مهم، وطبعا اكدنا على عده امور، ولكن انت اتجهت للتدريب. ايوه. وطبعا كابتن ماهر اللي حطينا في الجمله دي قال هم محظوظين كابتن شمس حامد وبدر حامد وكملوا عندهم شخصيه في التدريب. هو طبعا انا بطلت، انا سافرت الامارات لعبت سنتين 4 سنين وبعد بطلت في الامارات. بعد ما بطلت اتجهت للتدريب على طول، فبرضه كان نادي الجزيره في ابو ظبي اللي احتضنني. رئيس النادي كان في علاقه خاصه كده تجمعنا يعني. كان من اول وهله كان لازم الموهبه تقوم انت عامل ايه، عامل لها عمليه صقل بالدراسه. يعني لازم تبقى دارس كويس قوي عشان تعرف انت بتعمل ايه. يعني انت عندك خبرات كبيره وعندك اتعلمت من مدربين كتير وعلى مدى حياتك كلاعب كوره، لكن لازم تعرف انت كنت بتشتغل بتنفذ فكر مدرب، لكن لازم تعرف انت كنت بتعمل ايه. فدي كانت لازم بالدراسه. انا عملت دراسات في هولندا، وطلعت عملت دراسات في المانيا وفي رومانيا وفي بلجيكا، وعملت هنا في مصر طبعا لما جم قالوا الليسنز والحاجات دي. عملت الاي اس سي والبي والاي في مصر، ولسه مستني البرو اللي ما اتعملتش لسه في مصر لغايه دلوقتي او في افريقيا يعني. فان شاء الله دي كانت مهمه جدا في حياتك انك تبتدي قبل وانت شغال لازم تتثقف وتعرف انت بتعمل ايه، لان انت بتمسك برضو اللعيب ده عباره عن حته لحمه حمراء، انت زي الطفل ما هوش عارف، لازم تشكلها كويس، ممكن تدي له حمل زياده، ممكن تدي له حمل اقل. دراسه مهمه عن الموهبه، مهمه جدا تعرف انت بتعمل ايه. فالحمد لله يعني ربنا قدرني وقدرت كل ده كان معظمه على حسابي. يعني كنت بتطلع، بس كانت العمليه سهله جدا، بتطلع من الامارات علشان تطلع في اوروبا كانت بتبقى سهله. رئيس النادي كنت بعد ما برجع يعرفوا ان انا رحت عملت دراسه، هم يشيلوا جزء، يا اما يشيلوا التذكره بتاعت الطياره، يا اما يشيلوا الاقامه يعني. يشاركوا مشاركه يعني. طبعا ما بنساش برضو رئيس النادي كان الجزيره، كان اسمه بطي القبيسي، هو موجود لغايه دلوقتي هو رئيس النادي. طبعا انا لما اشتغلت في الوحده والجزيره دول زي الاهلي والزمالك في مصر. فهم في ابو ظبي زي بعض. برضو لما رحت الوحده كان رئيس النادي الشيخ سعيد بن زايد، ربنا يديله الصحه، برضو كان احتضني برضو، وكنت اطلع اعمل بطوله بره، اعمل دراسه بره، كان برضو يديني قيمتها كامله. ساعدوني جد جدا 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 على اني اعمل الدراسه، الحمد لله استفدت كتير جدا. عايز اقول لك من ضمن الحاجات اللي استفدتها، يعني انا سافرت هولندا سنه 90، لا سنه 99. تخيل مثلا ان انت قاعد في هولندا 25 يوم بتدرس لحظتين في كره القدم، اف يو وين واف يو لوزد، يعني وانت معاك الكوره والكوره معاك واتقطعت تعمل ايه، والكوره مش معاك وقطعتها تعمل ايه. لحظتين اهم، الكوره معاك واتقطعت لحظه، والكوره مش معاك، الكوره معاك والكوره مش معاك وجبتها لحظه. فدول 25 يوم بتدرس لحظتين في كره القدم، تمام، وبتدرس من الصبح من الساعه 8 لغايه الساعه 8، وما بين 8 و 8 في ساعه راحه، في 8 عملي، وفي من الساعه 8 لغايه الساعه 12،
وبعدين ساعه وبعدين من 12 ل 8 لا بتدرس عملي ونظري، فمهم جدا انك تتعلم. الحمد لله ربنا كرمني وانا في الامارات اربع دوريات، انا اشتغلت ست سنين في الامارات، خدت اربع دوريات الحمد لله مع قطاع الناشئين، وبعدين لما رجعت اشتغلت في النادي الاهلي، وبعدين قررت بقى ان انا يعني انا مش عايز امسك ناشئين. بدر اخويا وبدر رجب شاطرين جدا في قطاع الناشئين وكملوا في قطاع الناشئين، حابين الموضوع قوي ومستهويهم قوي وعاملين شغل بسم الله ما شاء الله. بدر رجب كان عامل شغل كويس قوي هنا، وبدر اخويا كان عامل شغل جامد جدا في الامارات، وهو على فكره دلوقتي مدير قطاع الناشئين في نادي الزمالك. فعاملين شغل كويس قوي. انا يعني حبيت اطلع منها بقى شويه، والحمد لله ربنا كرمني. اول ما طلعت من النادي الاهلي رحت مسكت فرقه بني عبيد. فرقه بني عبيد السنه اللي مسكت فيه اللي كسبت فيها الزمالك وطلعته من الكاس كانوا ما عرفوش يصعدوا، انا مسكتهم بعد ماتش الزمالك باربع ماتشات كده، والحمد لله ربنا كرمني وصعدتهم. فالحمد لله كانت برضو البدايه كانت صعود. سبت بني عبيد ورحت الشرقيه، اصطدمت بناس عقيمه واصطدمت بناس يعني انا الدرجات اللي اقل شويه برضو بتبقى الدنيا أعتقد فيها صعبه يعني شوية. اعتقد ان كانت من الحاجات المؤخره الشرقيه كان مجلس اداره سابق او مجموعه كانت متحكمه شويه. لما مشيت المجموعه دي النادي طلع ولعب درجه اولى ممتاز، صحيح هو رجع تاني ان شاء الله هيرجع، لكن هو في تفاهم في هارموني كويس قوي دلوقتي مع الناس اللي موجود. طلعت رحت السعوديه مسكت فرقه اسمها الاخدود، برضو صعدتها الحمد لله ربنا كرمني، ده كله بكرم وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وصعدت السعوديه. رجعت من السعوديه برضو كان عندي شويه اعمال خاصه كده شغلتني وبتاع سنه واحده، وبعد كده رحت مسكت ميت الخولي اللي هي السنه دي الحمد لله، برضو ربنا قدرني مع ميت الخولي وقدرنا نصعد بيهم الحمد لله للدرجه الثالثه. فبرضو التمرين لازم، لعبت على اعلى مستوى، مرني مدربين على اعلى مستوى سواء كنت في الناشئين او الفريق الاول، لكن لازم الدراسه دي، لازم الخبرة دي لازم تسقلها بدراسة. أنا رأيي برضو إن معظم الأندية بتغلط غلط كبير جدا، إن لعيب كبير يجي يبطل النهاردة وتمسكه قطاع ناشئين بكرة. دي مش لطيفة بدون دراسة، شايف إن بدون طبعا دراسة خالص دي مش لطيفة. أنت اللعيب آخر 10 سنين في حياته بيلعب درجة أولى، الدرجة الأولى دي بياخد خبرات فريق أول، لعيب كبير، لعيبه كبيره، لعيب ك 25 سنه 26 ولا لغايه 30 و35، لكن لما بيجي يبطل هي دي الخبرات اللي عنده، بيجي يمسك عيل صغير. العيال الصغيره الشغل الصغيرين غير شغل الكبار خالص طبعا. يعني انت عارف كره القدم حاجتين، التكتيك وتكنيك. يعني ال 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 الولد لازم لغايه 14 سنه التكنيك، التكنيك اللي هو الاداء الولدي، ازاي يستلم، ازاي يباصي، ازاي يشوط، ازاي يلعب بدماغه، واخد بالك؟ دي كلها لازم تبني الولد تاسيس طبعا بالظبط كده، واذا كان في موهبه البيزكس بالظبط، البيزكس مهم جدا، البيزكس لغايه 14 سنه، بعد كده تبتدي تديله التكنيك اللي هو الجمل بقى والتحرك ازاي ومكانه يعمل فيه ايه والحاجات دي. لكن احنا فمن هنا بيجي خطا كبير ان اللعيب يبطل ويشتغل على طول في الناشئين من غير دراسه. ده خطا كبير جدا في حق القطاع. الفتره الجايه بقى شايف مشوارك ايه؟ في فرقه معينه في عروض فيها هتكمل في مجال التدريب بره ولا جوه؟ هو في عروض جايه جت من السعوديه السنه اللي فاتت، بس انا ما رضيتش اروح السنه اللي فاتت. انا كنت برضه زي ما قلت لحضرتك كان عندي شويه اعمال خاصه كده كنت لازم اخلصها، وقبلت ان انا اقعد هنا وامسك فريق ميت الخولي، والحمد لله ربنا كرمني اتعاملت مع ناس كويسه في ميت الخولي وقدرت انا وهم نشتغل مع بعض ونعمل هارموني كده. واهم حاجه برضو مهمه جدا ان انا برضو بروح النادي الاهلي جمعت الولاد، حسستهم ان لازم نكون مع بعض اصحاب، ولازم نكون احنا بنفكر في بعض، ان احنا بنساعد بعض، يعني احنا مكملين لبعض، احنا مش ضد بعض. الفروت جنب الفروت بيساعدوا، اللاعب نص الملعب قدام بيساعدوا، اي حد يجي لك بيساعد، ما بياخدش منك حاجه. يعني كلنا الحمد لله هنبقى ايد واحده، وكلنا مع بعض مكافاتنا واحده، وكلنا لما نصعد هنبقى احنا كلنا صعدنا، لان كره القدم 11 لعيب مش واحد. فقدرت الحمد لله اغرس فيهم الحته دي، فربنا كرمنا جدا، عملنا نتائج، لعبنا 22 مباراه، احنا بقينا مباراه واحده، لعبنا 21 مباراه، اتعادلنا مباراتين وخسرنا مباراه،
وبقيه المباريات كلها مكسب. احنا في الدور الاولاني اتعادلنا مباراه وكسبنا ال11 فالحمد لله وكسبنا 10 تعادلنا مباراه وكسبنا 10 الدور الثاني تعادلنا مباراه وكسبنا 5 وخسرنا مباراه وكسبنا 7 فالحمد لله ربنا موفقنا الحمد لله. ومهمه جدا كانت التجربه والحمد لله. طبعا مجلس الاداره برئاسه الاستاذ محب سليم وفر هو واعضاء مجلس الاداره ونائب الرئيس اللي هو اسماعيل رمضان اسماعيل غيث وفروا لنا كل حاجه يقدروا عليها يعني في حدود الامكانيات. ولو ان ميت الخولي دي بلد قريه صحيح بس فيها رجال اعمال كتير جدا، هي وصلت الممتاز بيه من 4-5 سنين فيها رجال اعمال كتير على ايدك بقى يكملوا ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله. وهم كانوا بيعدوا لان الفرقه نزلت وبقى لها 3 سنين بتحاول تطلع مش عارفه، فكانوا بيبعد شويه فربنا كرمهم وابتدوا يجونا في الاخر، بس في الاخر يعني. فانا بحب اشكرهم جدا يعني. واشكر حابب تشكر حد معين لو حابب بعد اذنك طبعاً. يعني عشان اتفضل تحت امرك. لا انا بعتبرها لوحه شرف يعني طبعاً. المجلس الاداره بقياده الاستاذ محب سليم زي ما قلت لحضرتك واسماعيل النائب وفي احمد سليم ومحمد عطله ومحمد البنداري واسماعيل عطله والاخت ريهام ضياء او ريهام ضياء في بقى رجالتك بقى اللي هم الابطال بقى. الابطال دول بقى يعني في حاجات كتير جدا مهمه جدا والقوات المسلحه يعني انا بشكر جدا القوات المسلحه لان في وقت من الاوقات احتجت كان هم خدوا مني جون عمل معايا فتره الاعداد ومشي وكان الجون الاساسي فلما دخلنا في الجد قوي واحتجت الجون الامانه يعني الناس ما تاخروش يعني فانا بشكرهم بشكر القوات المسلحه ان هم نزلوا لي الولد خميس وجمعه يعني يتمرن معايا الخميس ويلعب الجمعه ويسلم نفسه الجمعه بالليل فانا بشكرهم يعني في 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 شخص المقدم رامي سليم بشكره جزيل الشكر يعني والقوات المسلحه دايما ايديها ناصعه البياض على كل الناس فانا من ضمن الناس يعني طبعا. بشكرهم جدا. الولاد بقى اللعيبه يستحملني اصحابي الجمهور شويه احمد مشرف و وهيثم وكمال وعبد الرحمن، عبد الرحمن ده الجون، دول 4 تجوان اللي انا لعبت بيهم السنه. في ذكاء الشاذلي وفي طارق المتولي وعبد الرحمن صلاح واحمد السيد شرود وفي هلال شحاته واحمد ربيع وابراهيم المرسي وابراهيم الهجراسي واحمد انور وفريد شوقي و دول الفرقه واخد بالك. ورجال الاعمال طبعا الاستاذ علاء البدراوي وهيثم درغام طبعا وكل الشكر طبعا بشكرهم جدا طبعاً يعني. واخص بقى بالذكر بقى في كمان الجهاز طبعا الجهاز الفني الكابتن حماده الخضراجي المدرب العام والكابتن علي شاكر مدرب الحراس والعمال المهمات دول مهمين جدا وفرج هيكل واحمد شويل ومحمد غراب. العلاج كان عندنا الاخ ابراهيم عبد المقصود والاداري الطموح وائل الشربيني. في برضه بس اسماء اخرى لا في واحد بس احب اشكره جامد جدا لان انا على فكره انا قاهري وشرقاوي فبتلعب وشغال في دمياط وكنت واخد بقى كنت مقيم في راس البر فاحتضني واحد اهلاوي حبيب يعني تعرف غربه بقى انت في غربه وفي راس البر بتقعد وقت كبير جدا في الغربه المستشار ايمن القشاوي. المستشار ايمن القشاوي اهلاوي يعني هو طبعا يعني وقت بيجري عشان اهلاوي طبعا انت فانا بشكره جدا على كل اللي عمله معايا قيمه شرف وشرف سعيد بيها جدا اتعاملت معاهم كابتن شمس حامد والاهلي في كل مكان. شكرا على وجودك معايا. انا بشكرك جدا هاب وبشكر كل جمهور الاهلي اللي استحملنا ويا رب اكون ضيف خفيف عليهم وبشكر ودايما اقول لهم دايما النادي الاهلي في عينيكم لان النادي الاهلي بيكم. بشكركم جدا وبشكر النادي الاهلي وبشكر كل الجماعه اللي عاملين وانا سهرتكم يعني شويه. شكرا كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي في كل مكان. كل جماهير مصر وكل شعب مصر الكريم اقباط ومسلمين كل سنه وانتم طيبين تصبحوا على الف خير. مش مجرد اسم او شعار
مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سري